خلال أشغال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد اليوم، صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بنسخ وتعويض القانون المتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات المرتبطة بالرسوم والحقوق والأتاوي المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات. المشروع بشكل أساسي هم موضوع مطار منذ مدة، وهو إلغاء الغرامات والدعائر على الضرائب والرسوم من أجل أولا تشجيع المقاولات والمواطنين على أداء ما بذمتهم من ضرائب، وتخفيف هذا العبء المرتبط بالغرامات والدعائر والتي أحيانا تصل إلى ثلث ما ينبغي أداؤه لمصلحة الضرائب. وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ. هذا الأمر سيمكن من ضبط هذه المهنة، على اعتبار أن هذا المشروع سيفرض التسجيل في جدول وكلاء الأعمال الممسوك لدى رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية التي يمارس في مجالها الترابي وكيل الأعمال مهامه. أيضا طابع الانتقالي لممارسة هذه المهنة، وأيضا لجنة سيتم تعيين لجنة بوزارة العدل والحرية تختص أساسا بدراسة طلبات التسجيل. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بمنح التعويض عن الساعات الإضافية لفائدة مستخدمي معمل المطبعة الرسمية. يهدف هذا المشروع الذي تقدم به السيد الأمين العام للحكومة إلى إعادة النظر في مقتضيات القرار المنظم لهذا التعويض، والذي يعود تاريخه إلى 21 مارس 1949 والذي أصبح متجاوزا، لا من حيث عدم مطابقته للنظام الأساسي الذي يخضع إليه مستخدم المطبعة الرسمية، ولا من حيث آلة التوضيع ولا التعويض ولا الممنوح، خاصة وأن المطبعة الرسمية هي مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة. وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين السيد الجلال حازم مديرا للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.